بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم إبراهيم محمود مرسي، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج الباور بوينت. هنتكلم عن معلومة وصلنا سؤال سريعا كده من الأستاذ محمد جاد، صديق الجروب بتاعنا أخصائي الإعلام التربوي وأخصائي الصحافة رؤية خاصة. بيسأل بيقول أنا عندي مجلة إلكترونية وعامل فيها موضوع على شريحتين، زي التحقيق الصحفي مثلا مكتوب فعامله على شريحتين أو ثلاثة أو أربعة، وعايز أما أضغط على التحقيق الصحفي في الفهرس ينتقل إلى الشريحة الأولى، وبعد كده ينتقل بعدها مباشرة أوتوماتيكلي لباقي التحقيق على الشريحة الثانية. طبعا أنا هنا عملت نموذج مبسط في صفحة رئيسية أو الفهرس، وكتبت فيها هل تعلم وحكمة وتحقيق ودعاء، وجيت هنا في الشريحة الثانية عملت هل تعلم، الشريحة الثالثة عملت حكمة، الشريحة الرابعة عملت التحقيق الصحفي، دي الجزء الأول منه، وبعدين الجزء الثاني في الشريحة اللي بعدها، وعملت الجزء الثالث كمان عشان يكون السؤال أوضح والحالة أكثر وضوحا، والشريحة اللي بعد كده فيها الدعاء اللي هو الفقرة اللي بعد كده. أنا عندي هل تعلم، حكمة، تحقيق، دعاء، دولت أربعة. وفي الشرائح أنا عندي 7 شرائح، مقدمة وهل تعلم وحكمة وتحقيق، مقسوم على 3 شرائح وبعد كده دعاء. انا عاوز لما اضغط على هل تعلم يروح للهل تعلم، اضغط على الحكمه يروح للحكمه، ولما اضغط على التحقيق الصحفي يروح للشريحه الاولى، ومن غير ما اضغط على حاجه بعد ثواني ينتقل للشريحه الثانيه، وبعد ثواني ينتقل للشريحه الثالثه. ماشي، يعني يعرض لي التحقيق كامل من غير انا ما اضغط التالي والسابق والكلام ده. وبعد كده ها يا اما يروح عندنا فرعين، بعد كده الفرع الاول ممكن اروح للصفحه الرئيسيه، والفرع اللي بعد كده ان انا ممكن اختيار تاني ان انا اروح للشريحه اللي بعدها، وهنشوف الاثنين دول ممكن نعملهم ازاي. اول حاجه انا لازم اربط الاربعه دولت، الاربع تكست بوكس دولت بالشرائح بتاعتهم. يعني هل تعلم هضغط عليها كليك يمين، وهضغط على هايبر لينك واقول له بليس ان ذيس دوكيمنت، واروح لهل تعلم واضغط عليها واقول له اوكي، واروح للحكمه اقول له كليك يمين هايبر لينك ها حكمه اوكي، التحقيق كليك يمين هايبر لينك، وبعدين التحقيق، وبعدين اوكي. التحقيق كده هيروح على الشريحة اللي هي رقم 4 اللي هي اول شريحة في التحقيق، وبعدين الدعاء كليك يمين هايبر لينك، واروح للدعاء اللي هي الشريحة 7 واقول له اوكي. خلاص كده انا عندي حاليا ها الشرائح دي مرتبطة بالشغل بتاعها. طيب هروح للشريحة التانية وهضغط على انسيرت، وهروح على شيبس ماشي، وهختار في الاخر خالص كده الاكشن بوتومز، وهروح على اخر واحد ده واختار منه اكشن بوتوم كاستم، او ممكن اختار اللي هو بتاع الهوم اللي هو ده ماشي، بس انا هختار الفاضي دوت عشان ارسمه زي ما انا عاوز، يعني الاختيار اللي انا عاوزه، وهروح عليه كده هيظهر لي القايمه ديت، اقول له هايبر لينك تو، وهضغط هنا فيرست سلايد اللي انا هكتب عليه عوده الى الصفحه الرئيسيه هنا كده. خلاص كده التكست بوكس ده واخده كوبي، وبعدين اروح على الشريحه اللي هي الثالثه اللي فيها هل تعلم، اضغط باست، واروح للشريحه اللي هي اول واحده في الحديث التحقيق الصحفي، مش هحط في حاجه ولا الثانيه، اروح على الثالثه واضغط فيها اللي هي اخر التحقيق الصحفي، خلاص خلص كده، واضغط باست عشان تظهر معايا هنا، والشريحه الرابعه الاخيره اللي هي 7 واضغط ايضا باست كده. انا عندي الزراير دي موجوده معايا. خلاص ارجع تاني هنا لاول شريحه، واضغط على ترانزيشن، واضغط على اون ماوس كليك، دي لازم الشيك بتاعها ده اشيله، خلاص مش محتاجه، مش محتاجه لان هشتغل من الهايبر لينك. اضغط هنا على ابلاي تو اول، خد بالك ده الشيك هنا مش موجود وهنا مش موجود، ابلاي تو اول اهو ماشي. خلاص كده المفروض ان انا طبقت على كل الشرائح. اروح على التحقيق الصحفي دوت اول جزء منه، واقول له افتر ادفانسد سلايد افتر، اقول له 10 ثواني مثلا، القارئ هيقرا الكلام ده في 10 ثواني او في 3 ثواني او في ثانيتين، انا هكتب الرقم اللي انا اقدره 5 مثلا ماشي، وهروح على الشريحه الثانيه وهضغط ايضا افتر، وهختار من هنا ثانيتين او 5 ها حسب ما اقدر هو يقرا الكلام ده في كام. وبعدين هنا بقى في الشريحه الثالثه، الشريحه الثالثه هل انا عاوزه ينتقل الى الشريحه اللي بعدها اللي هي اللي المفروض ان هي الدعاء، ولا عاوز ايه؟ هنجرب كده على الدعاء الاول ماشي، اقول له افطر اهوت، وهختار 2 ثواني وخلاص كده، واقول له اوكي، ما عنديش اوكي حتى،
واروح اضغط على السلايد ستارت فروم بيجنر، نشوف ايه اللي هيحصل. هنا فتح لي الصفحة ولكن ما انتقلش، مفيش انتقال، ماشي. اول ما مفيش حتى انتقال اوتوماتيكي ولا حاجة، ولا حتى لما بضغط في الصفحة، انا بضغط دلوقتي في الصفحة في الحتة الفاضلة في الصفحة، لما اروح على هل تعلم واضغط هيروح لي هل تعلم، اضغط العودة للصفحة الرئيسية هيرجع لها حكمة، هيروح للحكمة. ولو فضلت واقف كده انا بضغط بالماوس في اي مكان اهو ما بيشتغلش، غير لما اضغط على الصفحة الرئيسية يرجع. التحقيق اول ما اضغط عليه خد بالك ايه اللي هيحصل، 1 2 3 4 5 انتقل لوحده للصفحة اللي بعدها، 1 2 3 انتقل للي بعدها، 1 2 انتقل للدعاء. انا ما ضغطتش على الماوس ووقف عند الدعاء ما عملش حاجة خالص، ومش هيعمل غير لما ارجع تاني اروح للصفحة الرئيسية ارجع تاني اضغط عليه. واخدين بالكم؟ بس كده احنا انتهينا من الجزئية دي. اضغط اسكيب عشان اهرب منها تاني. طيب انا عاوز ارجع للصفحة الرئيسية من التحقيق واطلع منها، وفي الحالة ديت لازم اروح على الشريحة اللي هي دهيت اللي هي رقم 3 دي، واروح عليها واقول له اشيل الشيك ده عشان ما ينتقلش للشريحة التالية. يا رب تكون الإجابة واضحة وأكون فهمت السؤال، لأن حسب فهمي للسؤال ده اللي أنا فهمته، فعشان كده أنا جاوبت الإجابة ديت. ولو في أي ملاحظة أو أي استفسار أنا تحت أمرك. أرجو أن نكون قد حققنا بعضا من الاستفادة. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.